طفل رام على شيخ كلي بطلق قناص. إصابة الطفل رام على شيخ كلي بطلق قناص. إصابة الطفل رام على شيخ كلي بطلق قناص. جاءت الطلقة بالفخذ. الأيسر طفلين من مدينة الأتارب. طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات. تم استهدافها في مدينة الأتارب. الأستاذ خالد الشيخ كله. تم تم إصابتها بطلق قناص في مدينة الأتارب. قناص كتائب الأسد. ماما ما كان شيء. خلص ربطها خلص هلا بلف امره وربطها حسان شمال عدم يحط خلص حطي له الازرار يا طيب. هذه هي المجموعات الإرهابية التي يدعي بشار الأسد أنه يحاربها. انظروا إلى هذه الطفلة مجموعة إرهابية. هذه الطفلة كانت تأكل خبز عندما تم استهدافها في منزلها في مدينة الأتارب بتاريخ 12/5 بتاريخ 12/5/2012 عند اقتحام كتائب أسد الأتارب. هذه هي المجموعات الإرهابية. انظروا لهذه المجموعات الإرهابية.